ושיש לנו את הצבא הכי טוב בעולם. לא? ככה סיפרו לנו כל החיים. בנו, שיפקירו אותנו, שלא עניינו אף אחד. فاكرين يا جماعه اللي حصل في غلاف غزه في 7 اكتوبر؟ عايز اقول لحضرتك عدد سكان مستوطنات غلاف غزه ال 50 مستوطنه عدد سكانهم 70,000. ال 70,000 دول ما بقوش موجودين في الغلاف، سابوا مدن الغلاف. نتنياهو بيعرض على كل اسره منهم 5800 دولار مقابل انك ترجع تقعد تاني في السكن بتاعك. مش هتدفع فواتير، مش هتدفع كهرباء، مش هتدفع ميه، مش هتدفع غاز، مش هتدفع اي حاجه. كل حاجه في الحياه هتبقى مجانا، وتاخد فوق منهم 5800 دولار مقابل انك تروح تقعد في مستوطنات الغلاف. واللي هم المستوطنين رافضين مع كل هذه الاغراءات، رافضين. لكن خرج بعض المستوطنين، وده فيديو هناخده عن الاستاذ احمد سليمان المترجم للغه العبريه، بيترجم من اللغه العبريه يعني. لكن بعض المستوطنين خرجوا علشان يتكلموا ازاي الجيش الاسرائيلي وهمنا بانه هو الذي لا يقهر، وهو حامل حمى لدرجه ان احنا كنا بنقعد في المستوطنات ومطمئنين الجيش بتاعنا ده اذا العالم كله اجتمع علينا جيشنا هيقدر عليهم بسبب البروباغندا الاعلاميه اللي الجيش عملها. فخرج المستوطنين الاسرائيليين اللي كانوا موجودين في منطقه غلاف غزه عشان يتكلموا عن ازاي الجيش الاسرائيلي خذلهم وانهار في سويعات بهذا الشكل. الزمان كفى بو ب 7 اكتوبر، והן, בתיה ורותם, עצרו יחד איתו. אין שום משמעות לתאריך אחר. قال لك التاريخ توقف. لا، التاريخ ما توقفش بالنسبه للاسرائيليين بس، ولا حتى لينا احنا العرب ولا غزه. يوم 7 اكتوبر كان علامه لبدايه التاريخ من جديد. التاريخ صفر ال 2000 سنه من الميلاد دول اتصفروا، وبعد يوم 7 اكتوبر كان بدايه السنه الاولى في التاريخ الجديد للعالم، لدرجه ان في اقاصي الارض واحد من ارفع المسؤولين في كوريا الجنوبيه قال لك اللي حصل يوم 7 اكتوبر كان غير طبيعي بالنسبه للعالم والجيوش. ازاي اسرائيل المتقدمه يحصل فيها كده؟ احنا هنعيد ترتيب تقدمنا وترتيب العسكريه تاني، وهنبدا ندرب جنودنا على نفس التدريبات اللي تلقوها اهل غزه بهذا الشكل. سيجي 최고 수준을 자랑하는 이스라엘의 최첨단 방어 시스템이 재래식 포탄과 원시적 수단으로 무장한 하마스의 기습 공격에 속수무책으로 뚫린 것은 우리에게도 시사하는 바가 매우 컸습니다. التاريخ توقف في العالم كله يوم 7 اكتوبر يا جماعه، نقطه تحول للعالم. احنا فاكر يا جماعه في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنقول لكم اسرائيل لن تكون اسرائيل بما كانت عليه قبل 7 اكتوبر. لا، العالم كله لن يكون بالوضع اللي كان عليه يوم 7 اكتوبر. وهديك مثال بسيط جدا، وهرجع لك تاني للمستوطنين واللي بيقولوا ازاي ان الجيش الاسرائيلي خذلهم وبداوا يخرجوا يفضحوا الجيش الاسرائيلي والكلام ده كله. العالم كله تغير من يوم 7 اكتوبر. على سبيل المثال، اين المطبعين في المغرب؟ فين؟ فين المطبعين في المغرب اللي كانوا بيخرجوا يفتخروا؟ لو واحد خرج الان يفتخر هتلاقي عشرات الالاف بيخرجوا عليه بكلمات لا يمكن، ده خلاص متداري. فين نجاحات التطبيع المغربي؟ مفيش. فين نجاحات التطبيع السوداني؟ مفيش. فين نجاحات التطبيع المصري اللي مر عليه عقود طويله؟ فين نجاحات التطبيع الاردني؟ اين نجاحات التطبيع الاماراتي اللي قال لك علشان خاطر المستوطنات لا تبنى وبدا تبنى اكتر واكتر؟ لكن التطبيع الاماراتي عمل ايه؟ عمل ايه حتى في ايديولوجيه الشعب الاماراتي؟ التطبيع السعودي اللي ما هم ماشيين فيه الان عمل ايه؟ ولا شيء. تطبيع البحرين عمل ايه؟ ولا شيء. اذا يوم 7 اكتوبر كان نقطه تحول للعالم كله، لا تطبيع نافع. الشعوب العربيه واللي حصل يوم 7 اكتوبر اعاد الشعوب العربيه ليوم 48 تاني، لسنه 48، مش هقول لك 67 ولا 73، اعاد الشعوب العربيه لسنه 48 تاني. كل الشعوب العربيه كلها بالكامل اللي كان حتى نسيوا القضية بتاعتنا الأساسية بدأوا الآن العالم كله، العالم العربي والإسلامي، بل إن العالم كله مسيطر ومركز مع اللي بيحصل. يوم 7 أكتوبر تحول للعالم كله، تحول لدرجة إن أول انتصار حقيقي في المجال الإعلامي والبروباغندا. تنتصر الرؤية العربية على الرؤية الإسرائيلية الأمريكية الأوروبية. شوف الناس اللي نزلت في أوروبا. علشان كده بقول لك نقطة تحول للعالم كله، لدرجة إن المستوطنين الإسرائيليين خرجوا وقالوا احنا مش قاعدين بامان، احنا اتخزلنا في الجيش الاسرائيلي، نحن من هنا نرى ألسنة الدخان بهذا الشكل.
וגם אי אפשר באמת להסתכל קדימה, עכשיו מלחמה. אבל אתם רואים את סג'יית, את הענני אשן שם? קולות הנפץ והבומים נשמעים פה כל הזמן. מדחייל אינת, הם מעדים פיין? חי שוגעי, עדו עמל לוהם היסס. עמל לוהם היסס. שם כדה גמאה דיימן נעול. والله ان اهم بند من بنود النصر الصبر التحمل ان تصمد انت تقدر تصمد قد ايه هو ده اول شيء نصر الف ب نصر انك تصبر تصمد وده اللي عملوه المستوطنين الان مش انتوا عارفين يا جماعه المستوطنين عارفين حضراتكم في كام اسرائيلي غادر اسرائيل تماما ومش راجعها تاني ازيد من 900,000 طبعا ممكن تقول لي عادي ما لسه في كتير لا صح 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 الله يرضى عنك بقى تعرف 900,000 من اصل 5-6 مليون اللي موجودين يعني في جزء كبير جدا قطاع كبير جدا من من عندهم مشي وده تاثيره اقتصادي ايه تاثيره نفسي ايه ايديولوجي ايه عقائدي ايه تاثيره ان دي مش ارضهم تاثيره على اللي باقيين ايه ان هم طب ما احنا ممكن نرجع في يوم من الايام كشه لدميان اخ بام يتنالوا كان خايم رجيلين אני תמיד חשבתי שאני מוגנת. תמיד חשבתי שיש צבא. תמיד חשבתי ששומרים עליי. תמיד הרגשתי מוגנת. אמרתי, בסדר, אני חיה פה. חנונה, חדעונה, ده كلامهم عن نفسهم، ده كلامهم عن جيشهم. قال لك احنا كان ممكن نتعايش مع الفلسطينيين، بس انتوا السيدة اللي هي المستوطنة الإسرائيلية بتقول طوال السنوات اللي فاتت واللي قعدتوا تعملوه في الفلسطينيين بقناش مش عارفين بقينا مش عارفين نتعايش معاهم بل متوخ تخوشه של באמת אחד שיכול להיות שיום יבוא ונוכל לחיות אחד ליד השני ושיש לנו את הצבא הכי טוב בעולם לא? ככה סיפרו לנו כל החיים وقعدتوا تقولوا لنا هتحمونا مش تحمونا خدعتونا ولبستونا في الحيط وبقى وضعنا منيل بنينه ومش مش عندناش ادنى درجات الاحساس بالامان ليه بقى مش ارضهم مش بيوتهم مش بتاعتهم ده طبيعي فكان لازم الردود عليهم احنا كنا عايزين نتعايش مع الفلسطينيين نايم الخلوم على دوك يوم الشخنه طبعه مسك ايوا لانه كل من خلومات كاله انتهت كل احلامهم انتهت ادي يا جماعه جزء ده جزء صغير من المستوطنين عارفين قد ايه هم اتخدعوا وعارفين قد ايه الهزيمه اللي طلقوها سواء هذه الهزيمه بقى عسكريه اقتصاديه نفسيه اجتماعيه سياسيه وان كانت الخمسه كلها حصلت وعالميه السته حصلوا في اسرائيل يوم السابع من اكتوبر ومعلش نزود كمان واحده وهزيمه دبلوماسيه دوليه وهزيمه اعلاميه كده 8 تخيل انت عدد الهزائم اللي تلقتها اسرائيل باعتراف كوريا الجنوبيه باعتراف كوريا الجنوبيه الداعمه لامريكا في كل قراراتها في مجلس الامن والداعمه لاسرائيل في قرارات مجلس الامن انت متخيل اسرائيل خسرت قد ايه خرج بالمستوطنين يردوا يقولوا احنا الجيش ده خدعنا وضحك علينا وطلع ما بيعرفش يحمينا سلام عليكم